السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ الأمر كلشي مزيان. هذا واحد السيد كينصب على الناس. المهم نعود لك القصة ديالو. صنع ليا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، بخير؟ قال لي راك ربحتي معنا قسيمة شراء ديال 3 المليون والابونمون مدة ديال 3 سنين فابور غراجوي. قال لي اش من وسمع بعد. قال لي اش من شركه، معاش خدام نتايا؟ واش مع انوي ولا مع اورانج ولا مع اتصالات؟ قلت له مع انوي. قال لي ايه يا سيدي مرحبا. قال لي حنا واحد المسابقه كيربحوا معنا، كنديروا ارقام اعتباطيه و تكلاصان الرقم ديالك من دوك الارقام العشر الاوائل وصونين عليك وراك ربحتي معنا دابا 3 المليون. قال لي واش بغيتي تجي عندها هنا الرباط ولا بغيتي في المدينه ديالك؟ قلت له ما عندي حتى شي مشكل. قال لي باش نسهلوا عليك، قال لي احسن في المدينه ديالك. قال لي شوف، قال لي تهز لك كارت ناسيونال ديالك وغتهز معاك 100 درهم في يديك وغادي تمشي عند، انا غنطلق لكم دابا. شنو قال لي؟ قال لي غادي تمشي عند شي تيلي بوتيك وغتاخد جوج كارطات ديال 50 درهم، 50 درهم ديال انوي ياك. مهم درت راسي انا بحال لا مشيت. قال لي عطيني الرقم التسلسلي ديالهم. قلت لي واخا، وهان انطلق لكم دابا تسمعوا على ودنيكم. ايها هما قدام بواحد 13 لا استاذ ماشي استاذ، اسمح نقولك واحد الحاجه. استاذ كيفاش استاذ اختاريتوني انا بالضبط؟ اشرف قضيه حيت منخرط معكم شحال هادي. استاذ لا استاذ اسمعني، استاذ ربحت 3 المليون ياك. وديك 100 وديك 100 درهم قطعة من ديك 3 المليون ورا ليا الباقي. اييه ودوز لي تمك. وهنا قلبناها سبان، هاد السيد نصاب من الدرجه الاولى وبشكل احترافي ديال بصح. عرفتي تشوفوا الهضره باش كان كيدوي معايا؟ والله تتيقو. عرفتي احترافي احترافي ديال بصح، حافظ صواريه مزيان. المهم هو فاش قال لي عطاني داك الرقم التسلسلي، انا مابقيتش كنقول رقم تسلسلي من دماغي. هو عارف بان هذاك رقم تسلسلي حيت كل شركه عندها رقم تسلسلي كيبدا بواحد جوج ارقام معينه، بحال ديال الاتصالات كيبدا ب 55. انوي عندها واحد الرقم عاوتاني كتبدا به اورانج، حتى هي عندها الرقم ديالها كتبدا به. انا ملي قلت لي 13 عرفني بانه راه ما عندي لا بطاقه لا والو وما غادي يصور مني حتى شي حاجه، وقلبناها معيور.